احنا مستمرين في تقديم العلاج لجميع الحالات المرضية اللي بترد للبرنامج، سواء عن طريق البريد او عن طريق صفحتنا على الفيسبوك او عن طريق رقم التليفون اللي موجود دلوقتي قدام حضراتكم. الحالة اللي هتكلم عنها حالة احمد مجاهد. الحالة دي عرضت في البرنامج، عمر 28 سنة، كان عمل حادثة من 10 سنين كانت السبب في كسر الفك وتهتك في انسجة الوجه وكسر في القدم، وبعد ما اجرى عمليات جراحية كتيرة حصل تشوه في الوجه، ده عمل له حالة نفسية صعبة خصوصا انه لاعب كرة في فريق من فرق كرة القدم. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع مركز لافي كلينيك والدكتور محمد عبد الوهاب استشاري الجلدية والليزر قمنا بإجراء أول مرحلة في علاج أحمد، وعملنا 4 جلسات على الوجه لترميم الأنسجة وإزالة التشوهات تدريجيا، وإن شاء الله إحنا مستمرين لغاية ما يقوم بالسلامة. تعالوا نشوف التقرير. وكسر تحت العين وقطع في الحبل بتاع القناة الدمعية وجفني نزل واتقلب واسناني اتكسرت والفك ورجل الشمال ديت شرايح ومسامير كان فيها قطع جزء في الرباط الصليبي وقطع جزء في الغضروف واليمين دي 15 غرزة. يعني ولا عارف اخطب ولا عارف اشتغل، اروح اقدم على شغل يقولوا لي مش هينفع اتعامل مع الجمهور وتعبني نفسيا الموضوع دوت، وانا عايش انا ووالدي واخويا واحنا على قدنا. يعني والدي فمعوش ان هو مش هيعمل لي عمليات يصرف اصلا حتى يعني، وطبعا حياتي اتبدلت 180 درجه كحياه انا مش عارف اعيش. فلما كلمنا البرنامج واحد من الناس اخويا كلمه، الله يبارك لكم، يعني انا يعني العمليه ديت لو عملتها انا هرجع تاني حياتي، هرجع حياتي طبيعيه تاني، وانا فرحان جدا وبقول يعني واحد من الناس انا من غيرهم انا والله العظيم ثلاثه انا كان زماني اعيش كده وهموت كده. يعني لما اشوف ابني كده بتعب نفسيا ومش قادر اعمل له حاجه لان انا على قد حالي، انا عندي ولد تاني وفي بنت، انما انا مش قادر اعمل معاه اي حاجه غير ان انا اقول يا رب. بشوفه بحزن، اللي يشوفه يدعي له ربنا يكرمه ان شاء الله ويبدا حياه من جديد. كان عامل حادثه كبيره جدا من 10 سنين، حصل فيها خساره في الجزء اليمين من الوجه، خسر كتير من الأنسجة ومن الجلد السطحي كله، حصل كذا عملية ترقيع قبل كده بيحاولوا يعوضوا الشكل بتاع الجفن تاني من أول وجديد، وفشلت وعادة تاني وأكتر من عدة من أكتر من مرحلة وعمليات كتير في الفترة اللي فاتت دي. هنعمل له مثلا في حدود من 3 لـ4 جلسات في الأول تحفيز للخلايا الجذعية بتاعت الجلد، نحاول نرجعه للشكل بتاعه تاني الطبيعي. وبنشكر طبعا البرنامج إن هو بيحاول يتعاون، وإن شاء الله ربنا قدرنا ونتعاون معاكم على طول بإذن الله.